أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أمي عليها قضاء رمضان العام الماضي، إلا أنها لا تستطيع الصوم لأنها تتعب كثيرا، فهل يجوز لي أن أصوم عنها القضاء؟ لا، الصيام عمل بدني والصلاة عمل بدني، لا تدخلهما النيابة. لا يصوم أحد عن أحد ما دام الإنسان حي، الإنسان اللي على قيد الحياة لا يصام عنه، أما إذا مات عليه صيام يصوم عنه وليه كما في الحديث، لكن ما دام على قيد الحياة فلا يصوم عنه أحد. إن استطاع هو أن يصوم فإنه يصوم، وإن لم يستطع فإنه يؤجل الصيام إلى أن يستطيع ويقضي. وإذا كان ما ينتظر أنه يقضي لأن العذر مستمر معه، فهذا كما سبق عذره مستمر، فيطعم عن كل يوم مسكين. نعم.